المسابقة الرياضية، جاوب على سؤال في الساحرة المستديرة واكسب $1000 اسبوعيا. السؤال: في كأس العالم 1950 في مباراة الدور الأول بين أورغواي وفرنسا، وتحديدا في الدقيقة 37، الكرة كانت في نص ملعب فرنسا، فجأة اتحولت لهجمة مرتدة من اللاعب كلاود، وبسرعة رفعها الراس الحربة اللي حطها في الشبكة بكل سهولة بعد ما راوغ 3 باكات وتلات حراس مرمى. اللاعب ده بيلبس رقم 22. السؤال: مين هو اللاعب اللي بيلبس 22 في النادي الأهلي ومنتخب مصر؟ هل هو 1 محمد أبو تريكة، 2 محمد أبو عطيطة، 3 عبد المالك زرزور؟ اتصل الآن تربح $1000 أسبوعياً.